الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم: وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. وقف بنا الكلام في أثناء باب شروط الصلاة، وذكر الحديث الأخير حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وذكرنا سبب ورود هذا الحديث، وكيف أن رجلا عطس فشمته رجل آخر، فكانت قصة ذكر فيها صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن كان الكلام جائزا ثم حرم ذلك بهذا الحديث، وبدلالة الآية أيضا: وقوموا لله قانتين. فهذا من تفسير القرآن بكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ما معناه؟ معناه كونوا ساكتين، وقوموا لله ساكتين. القنوت في الصلاة هو السكوت. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن تفسير كتاب الله عز وجل يطلب على الترتيب، فينظر في معنى الآية آية أخرى فتفسر الآية بالآية. أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فإذا لم يوجد ينظر حديث يفسر تلك الآية، فهذا تفسير السنة بالقرآن. فإذا لم يوجد حديث فينظر إلى أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيفسر القرآن بما ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن لم يوجد يرجع إلى مطلق اللغة، فإذا خالف مطلق اللغة تفسيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإلى ما يرجع؟ إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن معناه في اللغة كذا، إنما يتقيد بما صح عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم بالقرآن وبمن نزل عليه القرآن وكيف نزل القرآن وما هو المراد من القرآن، هم أعلم من جميع من جاء بعدهم. الصحابة رضي الله عنهم أعلم بتفسير القرآن وبمن أنزل القرآن وبمن أنزل عليه القرآن وكيف نزل القرآن وفيما نزل القرآن، هم أعلم من كل من جاء بعدهم. فإذا ورد عنهم شيء
في تفسير كلام الله عز وجل فلا يعدل عنه إلى ما تفهمه العقول القاصرة في الأزمان المتأخرة. فالآن يوجد نوع من أنواع التهديم للإسلام، الهدامون للإسلام على أنواع، أبسطهم من يقول لك أنا أعظم الكتاب والسنة لكن هذا الدين تدخل فيه الفقهاء وتدخل فيه العلماء، فأنا أريد الكتاب والسنة بدون كلام العلماء وبدون أقوال الفقهاء، هذه درجة من هدم الدين. الدرجة الأخبث يقول الكتاب معظم والسنة معظمة، لكن هؤلاء المحدثين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم، فيقول أنا أعظم السنة لكن هؤلاء المحدثون لم يكونوا دقيقين ولم يكونوا فاهمين، فهذا أخبث من الذي قبله. الأخبث منه يقول أنا أعظم القرآن ونحن لسنا مخاطبين إلا بالقرآن، وكلام هذا الرجل الكريم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كريمة، هذا من باب التمويه والتلبيس، يقول وهذا الرجل الكريم تكلم بكلام يناسب عصره وكلام يناسب قومه، ونحن لسنا في عصره ولسنا من قومه فلا نعبأ بكلامه. هذا أخبث من الذي يطعن بالمحدثين. إذن أبسطهم الذي يطعن بالفقهاء والعلماء، ثم فوقه في الخبث من يطعن في المحدثين، فوقه في الخبث من يزعم أن السنة قاصرة على زمان أو مكان، فوقه في الخبث من ينكر السنة كلها ويقول هذا الرسول استغفر الله العظيم كأنه ساعي البريد، بوستمان يعني بوستجي، ليس له إلا تبليغ القرآن فقط، أما أن يبين لنا القرآن هذا ليس من شأنه، استغفر الله، هذا كفر، هذا الكلام كفر بواح مخرج من الإسلام. فأخبث من هذا أيضا من يقول إن القرآن لم ينزل إلى الناس كافة، مع زعمه أنه مؤمن بالقرآن. أخبث منه من ينكر القرآن، أخبث منه من ينكر النبوة، أخبث منه من ينكر الألوهية. إذن هذا طريق في أوله يعني سذاجة وفي آخره إلحاد، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فيكثر الآن في هذا العصر ادعاء أننا نفهم القرآن أيضا، وأن فهم القرآن ليس مقصورا على الصحابة ولا على التابعين ولا على أتباعهم ولا على الأئمة ولا على الصدر الأول، نحن وإياهم سواء، فيفهمون القرآن بدون منطق، هناك قواعد منطقية، هناك علم اسمه علم المنطق، هؤلاء لا يتقيدون بالمنطق ولا يتقيدون بأصول الفقه، هناك علم اسمه أصول الفقه يعرف به الخاص ويعرف به العام ويعرف به المطلق ويعرف به المقيد ويعرف به الناسخ والمنسوخ، لا يتقيدون بهذا العلم أيضا، ولا يتقيدون باللغة
اللغة لها ضوابط ولها قواعد ولها وللألفاظ معان، فهؤلاء لا يتقيدون بمنطق ولا بأصول ولا بلغة، ويزعم واحدهم أنه أولى أن يفهم القرآن ممن رأوا جبريل عليه السلام يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة تكثر اليوم، وربما تجد لها من بعض الناس آذانا صاغية، فهذا يدخل في اتخاذ آيات الله هزوا، هذا دين وليس لعبا. وذر الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، هذا لعب، لعب في الدين. فالمهم خرجنا إلى هذا الكلام من تفسير هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه ذكر لنا أن القنوت هو السكوت، فلا يجوز إذن الكلام في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة: من نابه في صلاته شيء فليسبح. مثلا رجل يقرع عليك الباب فأنت تصلي، فانتظر قليلا ثم قرع الباب، أنت تصلي، انتظر قليلا وأنت لا تريده أن ينصرف، فتقول سبحان الله، فيفهم أنك في صلاة فينتظرك. أمامك طفل يريد أن يمسك سكينا، فتريد أن تنبه أمه فتقول سبحان الله. العوام يرفعون أصواتهم بما يقرؤون، مثلا إياك نعبد، يرفع صوته بما يقرأ، ليس هكذا، إنما يقول سبحان الله، فبهذا التسبيح يفطن الآخر إلى الشيء الذي تريد أن تنبهه عليه. أيضا إذا حصل للإمام خطأ فأراد القيام في غير مكانه أو أراد القعود في غير مكانه فتنبهه سبحان الله. المرأة تضرب باطن كفها بأصبعيها، هذا التصفيق، ليس هكذا، هذا لهو تنزه الصلاة عنه. أما هذا المطلوب في الحديث أو المذكور في الحديث، هذا تضرب باطن كفها بإصبعيها أو ظهر الكف على اختلاف التفسير، لكن ليس هذا، هذا لا يليق في عبادة. وأيضا هذا يسمى التصدية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، الصفير والتصفيق، هكذا كان من شعائر عبادة المشركين، يصفرون كما يفعل الشباب الطائش ويصفقون، فالرجل صاحب المروءة يتنزه عن مثل ذلك. بعده ينصرف الرجل، لكن أنت قبل ذلك إذا كنت تريد بقاءه، يقال من أدب الاستئذان أن تستأذن مرة ثم تنتظر مقدار ما يفرغ المصلي من صلاته، فتستأذن الثانية، ثم إن أردت أن تنصرف بعد الثالثة انصرفت. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل وعاء يوضع فيه الماء ليوضع على النار فيحصل الغليان، فعندما يغلي الماء يخرج له صوت، هذا أزيز المرجل. كذلك القلب عندما يكون فيه شدة الخشوع يظهر له أزيز قد يخالط البكاء وقد لا يخالطه. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. فهنا البكاء في الصلاة إذن لا يبطل الصلاة، لكن عليه أن يضبط نفسه بحيث لا يخرج حرفين، يعني أن يكون بكاؤه بكاء منضبطا وليس من البكاء الذي ينسى الإنسان فيه نفسه. فشدد الشافعية في هذا، قالوا ينبغي أن يضبطه بأن لا يخرج منه حرفان، وغيرهم وسع فيه، إن ظهر منه صوت وسع فيه. لكن البكاء في الصلاة أفضله ما كان بين العبد وربه، يعني ما كان في خلوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فتصنع البكاء أمام الناس لا يجوز. مثلا بعض الأئمة قد يتصنع ما يشبه البكاء أو ما يحرض الناس فيه على البكاء، هذا كله عبث. الإنسان يصلي ويقرأ، فإذا جاءه وارد رباني فهذا نعمة من الله، ما جاءه شيء فلا يتصنع أمام الناس. إن لم تبكوا فتباكوا، يعني استدعوا ما يجلب البكاء، لا بمعنى تصنع البكاء. التباكي هو استجلاب ما يدعو إلى البكاء وليس تصنع البكاء. الصنع في العبادة تصنع في العبادة يفسدها يبطلها. فكل شيء الإنسان قد يتصنع فيه إلا العبادات. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، يعني أدخل إليه مرتين، كأنه في الصباح وفي المساء، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. النحنحة هذا كما يفعل من يريد تحسين صوته، مثلا يبدأ بالقراءة فلا تخرج الحروف معه فيتنحنح، فهذه النحنحة أيضا مثل الصوت الذي يخرج من البكاء. شدد الشافعية فيه، قالوا ينبغي ألا يظهر الحرفان، إن كان أقل من ذلك لم يكن مفهوما جائز، إن زاد عن ذلك لا يجوز. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. فلا ينبغي أن تسلم على من يصلي، لكن إذا سلم عليك رجل ماذا تفعل؟ ترد السلام بالإشارة دون كثرة حركة. يقول هكذا، يعني يفعل هكذا، وبسط كفه، بسط يده. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
كيف؟ وبسط كفيه. عندي كفه. أين الشيخ صاحب الشرح؟ ما جاء اليوم. نعم، من عنده كفيه بالتثنية؟ وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. يعني يأتي الطفل أحيانا إلى ظهر أبيه أو إلى ظهر أمه وهو ساجد، فيأتي الطفل ويعني يقف فوقه، فماذا يفعل الوالدان؟ إن تحركا بحركة مزعجة ربما سقط الولد وتضرر، فيمسكانه. هذا الحمل جائز ولا شيء فيه، والأصل في الأطفال الطهارة. اعترض بعض الناس، قالوا: هذا الطفل قد يكون حاملا للنجاسة، فالأصل الطهارة ما لم يثبت العكس. يعني هناك قرائن على كون الولد غير طاهر، أما الأصل فيه الطهارة، هذا بالنسبة للطهارة. أما بالنسبة للأمر الآخر وهو كثرة الحركة، فبالإمكان حمل الطفل دون أن تكثر الحركات. يعني إذا حمل الطفل يحمله، ليس يعني أنه يلعب معه أو يحركه من يد إلى يد، إنما الأمر أنه يمسكه. فبهذين القيدين يجوز حمل الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأشياء إماما. لما؟ حتى يراه جميع الناس، وحتى لا يقول أحد: هذا فعله في بيته، أو هذا خصوصية، أو هذا مثلا يعني لشخص معين. فهذا يفعله صلى الله عليه وسلم ليتضح الأمر للأمة كلها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. الحية معروف، والعقرب كذلك. هل قتلهما على سبيل الجواز أم على سبيل الوجوب؟ هو على سبيل الجواز، لأن الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ يفيد الجواز. إلا يعني قد يخشى الإنسان أن تدخل الحية أو يدخل العقرب إلى مكان فيؤذي، فهنا الأفضل له أن يقتله، ولو كان الأمر مجرد جواز ينبغي أن لا يتركه يختفي، لأنه ربما يختفي ثم يؤذي بعد ذلك، فلا يفوت. وانتهى بذلك باب شروط الصلاة، ونحن من مدة لم نقرأ كثيرا من الكتاب الآخر، وهو في شعب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصل الحديث بنا إلى الشعبة الثالثة عشرة من شعب الإيمان، وهي الإيمان بوجوب التوكل على الله، على الله عز وجل، لقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،
وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في سؤال أصحابه له صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، في حديث طويل ذكر صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يدخلون الجنة بدون حساب، فذكر منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون. الكي هو نوع من الطب، وهو آخر ما يلجأ إليه، آخر الطب الكي، يعني إذا عجز الطبيب يقول لك اكتوي، وهو أن يجعل الحديد المحمي بالنار على الجلد، فهذا لا يلجأ إليه إلا عند العجز، آخر الطب الكي. ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. الرقية نوع من الدواء، هو دواء رباني معنوي، هو نوع من الدواء. ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، والنظر إلى الأشياء بالنظر السيء. مثلا إذا خرج من بيته يريد العمل فوصل إلى موقف الحافلة، فمشى الحافلة الآن، فيتشاءم يقول: اليوم هذا يوم سيء. أو يخرج من باب بيته فيجد فلانا، أستغفر الله العظيم، هذا فلان اليوم يومي سيء. أو سائر هذه الأشياء التي لا علاقة لها بما سيكون، إن رأيت فلانا أو رأيت فلانا ماذا يحصل؟ فبعض الناس عنده مثل تلك العقائد، مثل تلك الأفكار، فهو في حزن دائم، كثير التشاؤم، كل ما رأى شيئا يتشاؤم. فمثل هؤلاء لا يكونون من 70,000. وعلى ربهم يتوكلون، هنا موضع الشاهد، التوكل على الله عز وجل. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله تعالى عنه فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ فقال: سبقك بها عكاشة. هذا سدا لأن يأتي الناس جميعا، انتهى رجل وانتهى الأمر. فهو لم يقل له صلى الله عليه وسلم: لست منهم، قال: سبقك بالإخبار، بأن أخبره عكاشة، أما أنا لم أخبرك بشيء، لا سلبا ولا إجابا، لم يقل له لست منهم، انتهى، لا تسأل عن هذا. فما معنى التوكل، ما معنى التوكل على الله عز وجل؟ قال: جملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به. هذا قد يفهمه بعض الناس اعتقاد الجبر، أنه الركون تفويض الأمر، يعني أن الإنسان لا يفعل شيئا. فاحترز منه المصنف، قال: مع ما قدر له من التسبب. إذن هنا التوازن بين من يعتمد على الأقدار ولا يعمل فيقع في عقيدة الجبرية. الجبرية يعتقدون أن الإنسان كريشة في مهب الريح، ليس له شيء من كسب ولا من قدرة، فيقع بعض الناس في العقيدة المقابلة، وهم الذين يزعمون أن لا قدر، وأن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه،
فيقول أنت اعمل وافعل وكذا، وكأن التوفيق لا مكان له، وكأن القدر ليس هو الذي سبقه، وكأن القضاء لا قضاء. القضاء والقدر موجودان ونؤمن بهما، والعمل مطلوب، وقد أخفى الله عنك قضاءه وقدره وأمرك بالعمل، فلا تحتج بالقضاء والقدر. متى تحتج بالقضاء والقدر؟ عندما تعلمهما. أما أنت لا تعلم القضاء والقدر فكيف تحتج بهما؟ تقول لرجل صلي، يقول لا حتى يقدر الله. طيب صلي يكون ذلك من قدر الله؟ قال لا، الله قدر أن لا أصلي. هذا تناقض. ما الذي أطلعك على اللوح المحفوظ وأنك لن تصلي؟ أنت مأمور بالصلاة. أما ما حصل سابقا تقول قدر الله وما شاء فعل، فلا تحتج بالقدر على أمر مستقبل، إنما يذكر القدر على أمر قد مضى. قدر الله وما شاء فعل. إذن التوازن بين التفويض والثقة بالله عز وجل والاتكال عليه مع الأخذ بالأسباب، هذا عمل واعتقاد أهل السنة. أهل البدعة منهم من جاوز إلى ترك الأسباب فحصل عنده التواكل، لا يصنع شيئا ولا يعمل شيئا. وفي مثل هؤلاء يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أن تجلس في المسجد وتدعو الله عز وجل لن ينشق السقف فينزل الذهب والفضة. الكرامة خارقة للعادة، أما العادة أن السقف لا ينخرق، فقم واعمل واسأل الله. هذا على السنة الكونية لا على القدر. كيف؟ سنة الكون أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نعم، أما القدرة ممكن. مريم عليها السلام قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فمن يزعم أن الله سيأتيه بما أوتيت مريم عليها السلام هذا يتألى على الله. من أخبرك أن هذا هو المقام لك عند الله؟ أنت أمرت بالعمل وأمرت بالكسب وأمرت أيضا بالتوكل على الله وحسن الثقة به وحسن الظن به. وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر له من التسبب. ففي الصحيحين أيضا من حديث الزبير رضي الله عنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي صحيح البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فكان يشتغل رضي الله تعالى عنه بالزرد، يعني يصنع الدروع. وبه أنبأنا البيهقي قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثني الجنيد قال: سمعت السري رحمه الله تعالى يذم الجلوس في المسجد الجامع ويقول: جعلوا المسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب. يعني يجلسون في المسجد كأنهم يسألون، فكأن المسجد مكان الكسب،
يكتسب بالتواكل، فيجلس في المسجد، إن جاء من يطعمه أكل، لم يأتي من يطعمه لم يأكل، فكأن المسجد صار حانوتا لكن ليس له أبواب. وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: دينك لمعادك، دينك لآخرتك، المعاد هو الآخرة، ودرهمك لمعاشك، ولا خير في امرئ بلا درهم، فكيف تمضي إلى معادك إن لم تحسن معاشك؟ لا بد من أن تعمل لتأخذ المعاش لتمضي في طريق المعاد. وبه أنبأنا البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني جعفر بن محمد الخواص قال أنبأنا إبراهيم بن نصر المنصوري قال سمعت إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه من صالحي هذه الأمة، قال سمعت أبا علي الفضيل بن عياض يقول لابن المبارك، انظر هذا إسناد بأولياء هذه الأمة، إبراهيم بن الأدهم عن الفضيل بن عياض يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة. ابن المبارك جمعت فيه خصال الخير، عبد الله بن المبارك من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه ومن أئمة الزهد ومن أئمة الجهاد، فجمعت فيه رضي الله تعالى عنه خصال الخير، وكان يحج كثيرا وكان يرابط كثيرا، ويأتي من بلده في خراسان إلى طرسوس، طرسوس طرسوس هذا في تركيا، يأتي ليرابط بين بلاد الروم وبين بلاد المسلمين، وأيضا يكثر الذهاب إلى الحج، وكان مما يذكر من كرمه وحسن أخلاقه رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ معه الناس إلى الحج كما يفعل الآن أصحاب هذا الرحلات والشركات، فيأخذ منهم المال، يأخذ من فلان مثلا 20 دينار، من فلان 20، من فلان 20، فماذا يظن الناس؟ يظنون أنهم بذلوا مالا، فيتوسعون في النفقات، يعني يقولون لهم له أحضر لنا طعاما كذا، اشتري لنا كذا، على ظنهم أنه أخذ المال منهم، فهو يتصرف بأموالهم. بعدما ينتهي الحج ويرجعون إلى بلدانهم يخرج المال، يعطي فلانا 20 دينارا وفلان 20 دينارا، ويجعل حجهم على نفقته رضي الله تعالى عنه، وإنما يفعل ذلك حتى لا يحتشموا عن النفقة، حتى لا يتقللوا في النفقة. فكان إذا قدم إلى مكة يزور فيها الإمام الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض رجل كان معروفا بشدة المعصية وقطع الطريق، وقاطع الطريق لا يتورع عن سائر المعاصي، هذا قطع الطريق هو أشد معصية، هذا الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا سعي في الأرض في الفساد، قطع الطريق، فمثل قاطع الطريق لا يتورع عن فاحشة ولا عن شرب خمر ولا عن سرقة ولا عن قتل، لأنه فعل ذلك كله. وقطع الطريق يسمى قطع السابلة، السابلة هي السبيل الطريق، فيذكر الآن في كلام الناس أن فلانا قاطع السابلة، يعني وصل في المعصية إلى أبعد صورها. فكان الفضيل بن عياض من أولئك، ثم سمع تاليا يتلو كلام الله عز وجل قوم كانوا في الصحراء
التي يعتبرها الفضيل أرضا له، ولا يمكن لأحد أن يمر إلا يعني من تحت سرقته وقطعه. فكان مرة في مكان فسمع قوما يقول بعضهم لبعض: اجلسوا هنا في الليل، إذا مشيتم في الليل يأتي الفضيل فيقطع الطريق عليكم، فاختبئوا في هذا المكان. كان هو يسمعهم، فاختبأوا. فمضى شطر من الليل فسمع قارئا منهم يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني ألم يحن الوقت حتى تخاف من الله، حتى تخشع من الله. فأصابت منه موقعا، فقال: بلى يا رب قد آن، حان الوقت. فتاب إلى الله تعالى في تلك اللحظة، لم يسمع خطبا طويلة، ولم يقرأ كتبا ضخمة، ولم يجلس بين أيدي العلماء، سمع كلمة من كتاب الله، آية، فانتفع بها. إذن ليست القضية قضية كثرة أو قلة، الأمر أمر انتفاع. قد يسمع الإنسان القرآن كله ولا ينتفع، وقد يسمع آية من كلام الله فينفعه الله بها. فهذا الرجل سمع هذه الآية فنفعه الله بها، فتاب إلى الله عز وجل، وجعل من توبته أن يترك بلاده ويترك أمواله، وأن يجاور عند بيت الله العتيق. الجوار في مكة في ذلك الوقت كان أمرا صعبا، ما كان يوجد في مكة بترول، ولا كان يوجد في مكة مكيفات الهواء ولا ثلاجات الماء. كانت مكة بلدا صعبا لا يصبر على البقاء فيه أحد، فجعل توبته أن ينقطع في الحرم، فسمي عابد الحرمين، يعني إضافة إلى الحرم، منقطع هناك. فكان يزوره الصالحون من كل الأرض الذين يأتون في الموسم في الحج إلى مكة، يزورون الفضيل بن عياض ويتبركون به وبتوبته وبمكانته وبصلته بالله عز وجل. فكان من أصدقائه عبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك كما قلنا إمام في الزهد وإمام في الجهاد، الفضيل إمام في العبادة. فكتب إليه عبد الله بن المبارك من أرض الرباط وأرض الجهاد: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، عبادتك بجوار الكعبة نسبة إلى عبادة المجاهدين تحت ظلال السيوف، يعني لا توزن لا تقاس. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. العباد يكثرون التعطر دائما، حتى صار مشهورا أن الذي له صلة بالدين والمشايخ والمساجد دائما العطر، ومعه العطر في جيبه. كذلك المنقطعون في الحرمين الشريفين يكثرون التعطر، فقال: من كان يعني يتعطر بدموعه وتسيل دموعه على خده فنحن نحورنا بدمائنا تتخضب. المهم، هذه صلة بين الفضيل وبين عبد الله بن المبارك. فهنا يقول له الفضيل مرة: كيف تأمرنا بالزهد والتقلل؟ التقلل عدم مكاثرة، عندك ثوب واحد لما الثوبان، عندك نعل لما النعلان، عندك كذا لما الإثنان، والبلغة يعني الكفاف، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام.
كيف تأمرنا نتخفف وأنت تأتي بالبضائع؟ كيف ذا وأنت بخلاف ذا؟ كيف يخالف قولك فعلك؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي، أنا أفعل ذا لأصون بها وجهي، يعني حتى لا أتعرض إلى سؤال الناس، فأصون وجهي بذلك، لكن إذا حصل لي المال لا أتكثر في حق نفسي، أنا أتاجر حتى لا أسأل أحدا، فإذا حصل لي المال لم يسيطر المال على عقلي وعلى سلوكي وعلى طباعي وعلى أخلاقي، لأصون بها وجهي وأكرم بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي. لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. حق الزكاة، مواساة الضعيف، الصدقة، الجهاد، البر، الصلة، كل هذه الأشياء بماله يفعلها. فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا، إن حصلت هذا وحققته فما أحسن هذا وأجمله. فإذن الزهد والتوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بأسباب الدنيا، والأخذ بأسباب الدنيا لا ينافي الزهد والتوكل على الله عز وجل. الرابع عشر من شعب الإيمان: الإيمان بوجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أنس رضي الله عنه المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. ولحديثه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيهما أيضا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال يا رسول الله: ما أعددت لها كثير صيام ولا صدقة، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببته. وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الشهادتان إلا به. مقتضى أن نشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبه. أين مصدر هذه المحبة؟ مصدرها العقل، ومصدرها مقدمات تخرج منها تلك النتيجة. آمنت أن هذا الرجل الكريم صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، وهو أحب الخلق إلى الله، وأن هذا خاتم المرسلين، وأن هذا سيد ولد آدم، وأن هذا بعثه الله رحمة للعالمين، وأن كل ما في هذا العالم من خير كان بوساطته صلى الله عليه وسلم، بدينه، بشرعه، بسنته. هذه كلها مقدمات. ما نتيجتها؟ نتيجتها أن هذا الرجل الكريم صلى الله عليه وسلم تجب محبته، ويجب الانقياد لأمره. هذا حكم عقلي. من لم يوجد عنده هذا الحكم العقلي لم يؤمن أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه محبة مفهومة، كل الناس تجب عليهم، وهذه المحبة لا يصح الإيمان إلا بها. فما شأن
بعض الناس لديهم من مظاهر المحبة ما ليس لدى آخرين، هذه محبة أخرى مبعثها ليس العقل وحده، مبعثها القلب، هذه يتفاضل الناس فيها، هذه يتفاضل الناس فيها، وبهذه يوصف المحب بأنه محب. المحبة العقلية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور مسلم أن يخلو منها، من خلا منها فليس بمسلم، لكن المحبة القلبية العاطفية يتفاضل الناس بها، فربما بعض الناس لم يشعر بها البتة، نسأل الله العافية، مع كونه في عقله محبا، في عقله يقول رسول الله نفسي فداؤك يا رسول الله، هذا كلام، هذا لسان، هذا شعار، لكن لا تجد عنده الكهرباء، لا تجد الحرارة. المحب عندما يسمع اسم الحبيب يتغير لونه، يتغير نبض قلبه، تتغير مشاعره، ليس كل الناس يشعر بهذا، فهذا يتفاضل الناس فيه. عصرنا هذا عصر مادي، انتقلت عدوى المادية من الملاحدة إلى بعض المسلمين، تفكيره مادي، فإذا تكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها بالمعنى العقلي الصرف، وفسرها بمجرد الاتباع. الآن تسمع من كثير من الناس يقول لك محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، من أين هذا التفسير؟ هل في اللغة العربية كلمة المحبة تعني مرادفا لكلمة الاتباع؟ هل هذا تفسير في اللغة؟ ليس تفسيرا. طيب، هل في الشرع هذا التفسير؟ هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرعا بمعنى اتباعه فقط؟ هذا تفسير باللازم، والتفسير باللازم لا يصح أن تفسر به العبارة هنا، أن تنفي الحب بعدم وجود لازمه خطأ. الدليل على ذلك أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب خمرا فأقام عليه الحد، ثم أتي به مرة أخرى فأقام عليه الحد، ثم أتي به مرة ثالثة فأقام عليه الحد، فسبه رجل من الصحابة من أكثر ما يؤتى به وهو لا يقلع عن الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يحب الله ورسوله. كيف أثبت له محبة الله ورسوله؟ يوجد حب عند هذا الشخص لكن لم يظهر لازمه، الاتباع في هذه القضية ناقص، لكن الحب موجود، فالجافي في طبعه يفسر الحب بمجرد الاتباع، هذا ليس صحيحا لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا ولا طبعا، لذلك تجد قسوة في القلب وجفاء في الفهم، ولا تجد حرارة المحبة. والاستشهاد بالآية في غير محله، يقولون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية تتحدث عن محبة الله أم عن محبة رسول الله؟ تتحدث عن محبة الله، فذكرك لهذه الآية في تفسير محبة رسول الله خروج عن معنى الآية. الله عز وجل
خالق وأنت مخلوق. المخلوق إذا أحب شيئا يحب أن يبادل بالحب. أنت مخلوق، أنت إذا أحببت رجلا ألا تريد أن تعلم هل يحبك أم لا؟ ألا تريد ذلك؟ تريد ذلك. طيب، الله عز وجل هو الخالق وأنت تحب الله، كيف تعلم أن الله تعالى يحبك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنت متبعا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله يحبك، هذا معنى الآية. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي محبة مخلوق لمخلوق صلى الله عليه وسلم. كيف يحب المخلوق مخلوقا؟ أليس هناك مشاعر في القلب؟ أليس هناك عواطف؟ أليس هناك أحاسيس؟ من سلب المحبة ذلك لم يفقه معنى الحب. لذلك ترى جفاءً، ترى اتباعاً للسنة مع جفاء في الطبع، هذه ليست شيمة المحبين. ترى دعوة إلى السنة لكن ترى أيضاً جفاء في الفطرة، ليس هذا شأن المحبة. شأن المحبة أمر يخالط القلب فيظهر على الجوارح. الاتباع هو لازم المحبة، إذا كانت المحبة مثمرة كان الاتباع، إذا لم تكن المحبة مثمرة لم يكن الاتباع. أما إذا كان الاتباع بدون محبة فهذا ماذا يسمى؟ نفاق. نضرب مثالا بالشجرة، هل كل شجرة تثمر؟ ليس كل شجرة تثمر. الثمرة هي الاتباع والشجرة هي المحبة. الشجرة الكاملة مثمرة. من لديه شجرة وليست لديه ثمرة فهو محب ناقص. هل يوجد من لديه ثمرة من دون شجرة؟ يوجد؟ لا يوجد، إلا في البلاستيك. بلاستيك ثمرة، تريد ألما يعطيك ألما، تريد إيش أيضاً؟ برتقال يعطيك برتقال، تريد أزم يعطيك أزم. تحسبها حقيقية فتمد يدك لتتناولها، وربما كانت أجمل من الحقيقي أيضا، تمد يدك لتتناولها فإذا بها بلاستيك لا تؤكل. كذلك زاعم الاتباع من دون محبة في قلبه محبته بلاستيك، اتباعه بلاستيك، جفاء، قسوة، غلظة، نسأل الله تعالى العافية، هذا بلاستيك. فلا تغتر بالبلاستيك. العنب الذي خرج ماؤه أنفع لبدنك من البلاستيك لا يؤكل. إذا وجدت عنبا لكنه ليس في حالة صحيحة وليس في حالة سليمة وليس في عافية، يمكن أن تأكله وينتفع بدنك به، لكن البلاستيك لا يؤكل أبدا. أقول هذا حتى تنتبهوا إلى المناهج التي توجد في العصر الحاضر، بعضها بلاستيك، وإذا وجدت في منهج آخر أن فيه ضعفا أو فيه تضييعا لبعض الأشياء أو فيه غلطا أو فيه خطأ، هو مع غلطه مع خطئه أفضل من البلاستيك. والبلاستيك الآن يقتل الإسلام والمسلمين، انتبهوا لهذا، وليست كل صورة حقيقة.
لا تؤخذ بالصور ولا تؤخذ بالكلام، عليكم بالحقائق والمضامين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.